حلو يا جماعة، عدنا إليكم من جديد وحلقة جديدة من حلقات رياكشنز. النهاردة شفنا فيديو حلو قوي لويجز مع سامسونج، عمل أغنية حلوة قوي، فكنا حابين نتفرج عليها معاكم. ليتس جو. سامسونج جالكسي اي سيريس 4 كاميرات، الدخلة بتاعت الليدنج لاين اللي موجودة في النص، هو في أولا هي وايد أنجل، يعني عدسة واسعة، والعدسة واسعة، وبعدين داخل جدا، داخل عليه عليه عليه، فأنت شايف البرسبكتيف عامل كده، يعني حركة الكاميرا مقصودة، الليدنج لاينز دي مقصودة، اللي داخل قدامك ده مقصود، العدسة لما بتنقل مثلا الفوكس من هنا لهنا معناه ان المخرج بيقول لك بص من هنا على الحاجة دي او على الاوبجكت ده، كل حاجة ليها معنى في الكاميرا او في الشاشة. الاحترافية بقى في تطليع الصورة بالمنظر ده، الصورة حلوة قوي، الإضاءة حلوة قوي، الزوايا حلوة، الكومبوزيشن حلو، الكومبوزيشن انتوا عارفين اللي هو اين يتواجد الاوبجكت في الصوره، يتواجد في اليمين وفي الشمال، ده كومبوزيشن، وكل حاجه ليها معنى، يعني هو في نص الصوره هو كده عايزك تقول ويجز هيقول لك حاجه مهمه، فركز معاه ما تبصش على اللي حواليه. وبصوا حاطط الموبايل على ممسكه موبايل عشان يبقى كانه، يعني هو بيميمك ان اللايت ده جاي من الموبايل، ولكن هو مش جاي من الموبايل، ولكن هو معناه ان هو مستغل كل حاجه عشان تبان كانها لايت طبيعي، لان انتوا عارفين زي ما انتوا عارفين اللايت الطبيعي بيبقى مهم، يعني هنا مثلا لو بصور في استوديو انا مبين اللايت عشان تحسوا، انتوا لازم تبقوا عارفين اللايت ده جاي مش سورس طبيعي، هو واضح ان هو مش سورس طبيعي، غير مثلا لما نكون بنصور سين كانه واحد قاعد في اوضه، فاحنا لازم نعمل اللايت كانه لايت حقيقي، دي الميزه هنا او الاحترافيه، انك تطلع اللايت لو بصور حاجه كانها حقيقيه تطلعها فعلا كانها حقيقيه، المتلقي او المشاهد ما يبقاش حاسس ان اللايت ده مش هو جاي منين، يعني انت هنا عينك سب كونشس بيعرف ان اللايت اللي على وشه ده جاي من الموبايل، خلاص مش محتاج تفكر كتير. بص خلي بالك اللون هنا، الاضاءه الاحمر مع الاخضر دول في الكالر ويل او في نظريه الالوان، دول الوان بيسموهم كومبلمنتري، لو بصيتوا في الكالر ويل دايما بتلاقوا ان في الوان قصاد بعض، الالوان دي بيبقى مفضل انك يعني مثلا ليتس سي دلوقتي انا بصور حط هنا ازرق وهنا وورم عشان الاثنين دول، طبعا ده مش ابيض، ده مش ابيض، ده مقري وورم علشان هو الوايت بالانس، ده 5600 زي الشمس، فنفس ضوء الشمس اللي هي الورم، وده ازرق، فالازرق مع الورم بيعملوا كومبلمنتري، زي سبحان الله العظيم لما بتروح مثلا سينا، تروح دهب تلاقي الجبل لونه اورنج والسماء لونها ازرق، تحسها صوره خلابه، لان هما الاثنين بيكومبلمنتري اتش اذر، زي ما تلبس بيج على لبني او ازرق على بني، فنفس الالوان، هي نفس النظريه الالوان دي في كل حاجه، فهنا الاخضر مع الاحمر حكايه، عاملين كومبلمنتري على بعض غير طبيعي، الاخضر اللي على السلم والاحمر اللي على الحيط. وعاجبني كلمه اكزيت اللي لونها اخضر مع الاحمر، اهو ده كومبلمنتري مع بعض، هي كلمه اكزيت مش موجوده وخلاص على فكره. يعني هو مش حاطين كلمه اكزيت فوق ايه بس عشان كلمه، لا هي عشان لونها اخضر وتحت لونها احمر، فيبقى اللونين عاملين كومبلمنتري او من الاخر يعني بيجاملوا بعض، الوان بتجامل بعض. بص هو بيتكلم عن عمري بعت واحد صاحبي، هو بيقول لك سكيور فولدر، يعني هو انت في امان، هو الكلام كله مسقط على سامسونج على فكره، فهي دي برضو الميزه انك تجيب حد شاطر يكتب اغنيه، يعني ويجز هو بيكتب اغاني طبعا على حاجه بيعيه ممكن تبيعها على تسويق، ان هو يكتب حاجه تبان انها اغنيه عاديه بيكلم واحد، ولكن هو بيسقطها على الموبايل اللي هو سكيور فولدر، يعني انت كل بياناتك مؤمنه، ولكن هو بيقول لك عمري بعت واحد صاحبي يعني انا امان، هي نفس بيربط الاثنين ببعض. اللقطه دي عجبتني قوي، يعني سوبر اتش دي ار، طبعا انتوا عارفين اتش دي ار ده هو تقنيه في التصوير، انك بتصور مثلا ليتس سي لو عايز تعملها مانوال بتصور الصوره 3 مرات، انا مثلا عندي حاجه جوه ظلمه وبره نور شمس رهيب، فبتدي تصورها بثلاث صور، واحده بتخلي الاكسبوجر جوه ظلمه او بتخليها اندر اكسبوجر، بتخلي الاكسبوجر بره ظلمه عشان تعرف تجيب حاجات تفاصيل من اللي بره، وبعدين نفس الصوره تاخدها مره ثانيه للتفاصيل اللي جوه، وبعدين نفس الصوره تاخدها بشكل عادي اللي هي تبقى مبين التفاصيل اللي جوه مع جزء من التفاصيل بره، وتركب الثلاث صور على بعض اللي هو بيسموهم هاي دايناميك رينج اللي هي الاتش دي ار، فهو طبعا الموبايل ده بيعملها اي موبايل حتى الايفون بيعملها كده، يعني الموبايل بياخدها دايما، حتى الصور الاتش دي ار دي لو دخلت جوه ممكن تسويتش بتوين كذا بيكتشر، لان هو بياخدها على كذا صوره مش صوره واحده، فهي احنا بتتعمل مانيوال في الكاميرا بنفس الطريقه. وعجبني ان هو عامل الكاميرا يعني صايعه، ان هو عمل الموبايل كانه بيصور نفسه، ولكن طبعا مش بيصور نفسه، ولكن هي حلوه قوي. جامده قوي دي، بلقطها من بعيد بزوم كي فريم، يا جماعه هو اللي بيعجبني، اللي بيعجبني في الحاجات الارتستيك دي ان انت تحس ان انت معاها في ديبث، في 3 دي بيتكلم معاك، انت في بعد رابع،
ده البعد الرابع ده اللي هو كان في المسرح، عارفين لما بيبقى في حد بتحس كده ان فيها الهواء اللي بين المسرح، بين الناس اللي على المسرح والناس اللي تحت، ده بيسموه بعد رابع. ده اللي هو كان المفروض الناس بتتخيل سب كونشسلي ان في حيطه بينهم، بس لما حد بيبتدي يكسر البعد الرابع ويكلمك ويخش مع الجمهور، هنا بيكسر البعد الرابع، فبتحس ان انت يور مور كلوزر، انت قريب جدا منه. هنا نفس القصه، لما بيكلم الكاميرا وبيقرب منها وبيبعد منها، انت بيحسسك ان انت جزء من الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، مش بس مجرد شاشه على الموبايل او على الكمبيوتر.